المصيبة مش في خسائرنا، المصيبة في العمال اللي احنا مسؤولين عنهم. نقول لهم ايه بعد الانتظار ده كله؟ واجه التلاتة العمال اللي كان جواهم بركان من الغضب، اللي لو انفجر كان هيدمر كل شيء، لكن قدروا يقنعوا العمال انهم يهدوا، وفي نفس الوقت قدروا يقنعوا زهران انه يدي العمال سلفيات تسدد بعد كده اذا جات لهم طلبية جديدة. وفعلا تحقق المراد وجات طلبية جديدة، واعلن زهران قدام الجميع انه مسؤول مسؤولية كاملة عن مكسب الطلبية دي، وانهم مادام هيسلموها في ميعادها فهو المتحمل اي خسارة ده اذا حصلت. وبناء عليه رجعوا العمال يشتغلوا في الطلبية الجديدة. لكن للأسف بعد الشغل ما ابتدى بكام يوم حصل الاكتشاف المذهل. اتفضل يا اقرا. ايه الجواب ده؟ لسه وصلني من نص ساعة بس، جاي من ليبيا. انا مش فاهم حاجة. أنا بعد كلام زهران بيه عن الطلبية اللي فاتت شكيت، اتصلت بزميل ليا بيشتغل في شركة مصرية كبيرة من الشركات اللي هناك وفهمته الموضوع. رد عليا ووعدني إنه هيبعت لي التفاصيل بالكامل، وخصوصا إنه بيعرف المدير المالي للشركة اللي اشترت الطلبية، صديق الروح بالروح، ورد عليا وبعت لي التفاصيل اللي قدامك دي. أنت عارف التفاصيل اللي بتقول إيه؟ إيه؟ يعني الطلبية اتباعت بمكسب 300% من تكاليفها. إيه؟ معقول؟ يعني البي كسب حوالي 2 مليون دولار ومستكتر علينا احنا مكافآت ما تساويش 30 ألف دولار من ال 2 مليون. حسيب انت واثق من الكلام ده؟ طبعا، صديقي ده راجل محترم جدا ومركزه كبير جدا هناك، ده بعت لي تفاصيل عن الكميات من غير ما اقول له عليها، انا بس يدوبك اديته تاريخ الطلبيه ورقم تصديرها. السافل النكل بيستحل عرق الغلابه. بص يا رأفت، الصريخ والزعيم مش هينفعونا بحاجه دلوقتي. ده اللي ينفع معاه اكله ذبحه. يا رأفت ما تنساش ان شقه الجوازه ضاعت مني، واني طلعت عيل قدام انا عروستي، يعني الجوازه باظت، يعني انا اولى بالانفعال ده؟ ده غير عبد الكريم الغلبان اللي واخد حكمين بالشيكات اللي عليه، يعني لو ما سددش قبل الاستئناف الحكم هيبقى نهائي وهيتسجن. هو انا يعني اللي جرالي شويه؟ مراتي اللي كانت عايزه تعمل عمليه شفط ميه من عينيها قبل ما تعمل وما عملتهاش، وكل يوم تاخير الخطر بيزيد. يبقى تهدى بقى كده علشان نعرف نفكر ونشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ طبعا هنبلغ النيابه. طب ازاي؟ ده مفيش اي دليل ضده. هسيب هو الجواب ده مش فيه كل التفاصيل؟ ده جواب مش رسمي، يعني المحكمه مش هتاخد بيه. طب والحل؟ هنسيبه وياخد علينا حقنا؟ لا طبعا، هناخده بايدينا وغصب عنه كمان. ازاي يا حده؟ اذا كان ده زعيري في مننا من غير ما يعرف ان بعد ما ناخد حقنا كله بالكامل وساعتها نعرفه. انا مش فاهم حاجه. هفهمك. وراح المهندس رأفت والمحاسب حسيب لرئيس العمال عبد الكريم وبلغوه باللي حصل. اتفق التلاتة انهم ما يجيبوش سيرة للعمال لحد ما ينفذوا اللي اتفقوا عليه. اللي اتفقوا عليه كان انهم يبيعوا الجزء اللي اتصنع عندهم من الطلبية الجديدة من ورا زهران طبعا. وفعلا تم البيع، وكل واحد فيهم اخد حقه، وادوا للعمال حقوقهم حسب كشوف الطلبية الأولانية، وعرفوا العمال بكل حاجة. والفلوس اللي زادت عن حقهم خدوها وراحوا بيها لزهران بيه. ايه دول؟ دول 67,800 جنيه حقك في البضاعة اللي اتباعت. بضاعة ايه اللي اتباعت؟ الجزء اللي خلص من الطلبية اللي بنصنعها دلوقتي. الجزء اللي خلص؟ ايوه، الأجزاء اللي في المخازن هتلب الطلبية كلها تخلص. وهي الطلبية خلصت؟ لا، ما احنا لقينا زباين محتاجين اللي خلص وبسعر كويس كمان، رحنا بايعينه وقسمناه وكل واحد مننا خد حقه بالظبط، وكذلك العمال، واللي زاد جبناه لحضرتك اهو. يعني مؤاخذة ما كناش حقك زي ما كانت حقنا في الطلبية اللي فاتت.
انتوا بتقولوا ايه؟ احنا بنقول اننا خدنا حقنا اللي حضرتك اكلته علينا في الطلبيه اللي فاتت من حق بيع الطلبيه دي. فهم؟ الله، يعني انتوا دخلتوا المخازن وسرقتوا البضاعه وبعتوها من ورايا؟ ودينا بنقول لك اهو يا زهران بيه. اه يا مجرمين يا سفله، انا هبلغ النيابه. حاسب حاسب يا زهران بيه. بقول لك ايه، لو مرة رافضين يكملوا الطلبية الجديدة. قول يا رجالة يلا بينا. أيوه يا باشا. بعدها مباشرة زهران أبو الفضل بلغ النيابة وهم جوا لي مكتبي وحكوا لي القصة زي ما قلتها لحضراتكم بالظبط. بهذا الملف يا سيادة الرئيس عدة مستندات تؤكد صدق كلامي، وهي مستندات من الشركة الليبية اللي اشترت البضاعة، وفي قائمة بالأسعار أرجو إنها تقارن بالمستندات اللي مقدمها المدعي زهران أبو الفضل، وسوف تجدون أن الفرق كبير جدا. وما قولك في الاتهام الموجه للمتهمين الثلاثة بأنهم وراء حريق المصنع؟ أنا أرفض هذا الاتهام تماما، إذ كيف لأناس أخذوا حقوقهم كاملة وأعطوا للعمال حقهم أن يفعلوا ذلك، بل إنهم أعادوا الفلوس الزائدة لصاحب المصنع، فما المبرر في أن يحرقوا المصنع؟ أمال تتهم مين بحرق المصنع؟ أنا تحت إيدي يا سيادة الرئيس خيوط ممكن توصلني للجاني الحقيقي. كل اللي برجوه من هيئة المحكمة إنها تديني مزيد من الوقت لكي أجمع الأدلة الكافية لأضع يدي على الجاني الحقيقي وبعدين الإفصاح عن اسمه. إيه العظمة دي يا حمزة بيه؟ أهلاً إبراهيم بيه. ايه يا راجل المفاجاه الحلوه دي؟ الله يخليك. انت مش قلت انك عيان ومش جاي؟ لا عيان ايه بقى، ما انت حضرتك شوقتني في التليفون لما قلت لي ان في مفاجآت كبيره هتقولها في الجلسه، خليت العيا هرب. ضاع مني. اتفضل اتفضل. لا مؤاخذه. ها عجبتك المفاجاه؟ لا هايله جدا بصراحه، ممتازه. بس انا بحس الصحفي بقول ان الاستاذ عبد الجليل له نصيب كبير في المعلومات دي. الله، طيب جرى لك يا ابراهيم؟ مش دي شغلته برضه؟ مظبوط، عند سعادتك حق. على فكره انا كلمته امبارح بالليل متاخر قوي وقلت له على حادثه مشابهه تماما لحادثه بنت حضرتك واتنشرت النهارده في الجورنال. هو قال لي وهو في الاسم دلوقتي بيتابع القضيه. حق لو طلعوا هم حمزه بيه. يا رب يا ابراهيم يا رب. يقصد ايه بالافصاح على اسمه سي حمزه ده؟ يعني هو عارف الجاني ومش عايز يقول؟ ما تاخدش بالك يا زهران بيه، ده شغله محامين واحنا فاهمينه كويس قوي. هو كل هدفه المماطله والتسويف، لان القضيه بالنسبه له خسران. خسران ازاي بس يا جميل، وهو في كل جلسه يطلع لنا بمستندات ومعلومات جديده ممكن تبوظ القضية. لا 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 لا، تبوظ القضية ده ايه يا زهران بيه؟ هو سوري يعني قدم ايه لحد دلوقتي يبوظ بيه القضية؟ يا سلام، ويا المستندات اللي قدمها النهاردة في المحكمة شوية سحفني. كل الأوراق والمستندات اللي قدمها النهاردة في المحكمة خاصة بجزء صغير جدا من القضية. أيوة، الجزء الخاص بسرقة واختلاس أموال المصنع. بس خلي بالك، هو كده ما بينفيش التهمة عنهم بالمساعدات والأوراق المتقدمة، بل بالعكس بيعترف بيها، وفي نفس الوقت بيحاول يجد لهم مخرج يبرر بيهم جريمة السرقة والاختلاس، يعني يخف عنهم الحكم في الجزئية دي. أيوة، بس الجزء الأهم يا زهران بيه واخد بال سعادتك، وهو حريق المصنع ما جاش عنده لحد دلوقتي ولا اتكلم فيه. بالظبط،
يعني المبررات والدوافع اللي قالها كلها في المحكمه النهارده تثبت ان المجرمين دول عندهم نيه قويه لحريق المصنع، يعني هو بيديرهم من حيث لا يدري. ايوه وده الاهم يا زهران بيه، ادانتهم بحريق المصنع، لان ده اللي على اساسه هنصرف التامين. ده غير ان الفلوس بتاعت الاختلاس والسرقه مش هتضيع هدر. هياخدوا حكم فيه برضه. ايوه ايوه حفني، بس يا جميل بيه كده المساله طالت، ولحد دلوقتي ما صرفناش فلوس التامين ومش عارفين هنصرفها امتى. المساله محتاجه شويه صبر يا زهران بيه، ده مبلغ مش قليل، ده 40 مليون جنيه. وبعدين لازم التأمين تستنى لما الحكم يبقى نهائي اللي بيديني المتهمين دول، وده قرب خلاص، واللي خلانا استنى 6 شهور نستنى كمان شهرين 3، ولا ايه حفني بيه؟ صح، اكبر صح يا زهران بيه. الحقيقه احنا عندنا امل كبير قوي ان البنت تتعرف عليهم. امال سعادتك ما جبتهاش معاك ليه يا عبد الجليل بيه؟ لا، ما انا هكتفي الاول بالصور، إذا قدرت تتعرف عليهم من خلال الصور كان بها، يبقى نعرضهم عليها بعد كده عشان نتأكد إنهم هم. تمام يا فندم، جبنا 3 متأمين من الحجز موجودين بره يا فندم. دخلوهم بسرعة. حاضر يا فندم. ريهام ما شاء الله مستواكي في اللغة العربية بيتقدم يوم عن يوم، وأنا مبسوط منك جدا. شكرا قوي يا أستاذ علي. بس في حاجة مزعلاني منك. خير؟ النهاردة في حصة التربية البدنية شفت ميس أماني وهي بتعاتبك. أنا وعدتها إنه في الحصة الجاية هشترك معاها. وتوعديني أنا كمان. أوعد. قبل بالليل في المكتب. الله الله يا حمدي، سامع ام كلثوم بتقول ايه؟ يا ترى بتقولي الكلام اللي انت عاوزه تقوليه ولا الكلام اللي انا عاوزه اقوله؟ انا عن نفسي متاكده انها بتعبر عن اللي جواك. انا كمان متاكد انها بتعبر عن اللي جواك. يا سلام، يعني مش بتعبر عن اللي جواك؟ لأن اللي جوايا حلو، مش ممكن أي كلام في الواقع يعبر عنه. فرق كبير قوي بينك يا حمدي وأنت في البنك، وسط الأرقام والحسابات وأوراق البنكنوت، وبينك وأنت معايا. هناك بحس إنك كمبيوتر، أبص في عينك ألاقي أسامي العملاء وأرقام حساباتهم، ده حتى ضحكتك ليهم بحس إنها على قد حساب كل واحد فيهم. لكن هنا يا حمدي لا، موضوع مختلف خالص. بحس انك شاعر، فنان، اديب. بحس انك بتستمد حلاوه كلامك من عذوبه ميه النيل. لا يا حمدي، فرق كبير قوي بين الاثنين. ما هو ده يا حبيبتي الفرق بين الواقع وبين الحلم. ازيك يا مستعد؟ الحمد لله. امال ماما فين؟ السفره هناك. اهلا 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 حبيبتي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا ستي؟ ازيك يا زينب؟ الله، امال حمدي ما جاش معاك ولا ايه؟ ابدا، حمدي عنده شويه شغل هيخلصه وبيعدي علينا. شغل البنوك ده متعب، ربنا يقويه. لا يا ماما، ده مع عملاء بيراجع حسابات الشركات بتاعتهم. يعني شغل تاني غير شغل البنك؟ ايوه. انت عارفه بقى حمدي شاطر ومحبوب وليه علاقات بره البنك وجوه البنك. اه يا حبيبتي، يلا يا اولاد روحوا العبوا معاهم يا ام سعد. ربنا يحبب في خلقه كمان وكمان. حمدي ابن حلال يا زينب. قوي قوي يا ماما، ده بيدور على راحتي، بيعمل اي حاجه المهم ان انا اكون مرتاحه. ده حتى لما بيرجع من الشغل ويلاقيني نايمه ما بيحاولش يصحيني، يفتح التلاجه وياكل اللي هو عاوزه وبعدين يتفرج على التلفزيون. ما بحسش بيه غير وهو نايم جنبي الصبح. ها
ربنا يهدي سركم. احنا عاوزين ايه غير ان ربنا يروق بالكم ويبعد عنكم المشاكل. يا رب يا ماما يا رب. قيمة الحب عن شكسبير من وجهة نظر علم النفس، على فكرة انتوا ناس غريبة بتهتموا بعلاقات وهمية لشخصيات خيالية وسايبين الواقع والناس بهمومها ومشاكلها، مش دول اقرب المجهود اللي انتوا بتعملوه؟ وبعدين بقى بقول لك ايه، خليكي في اللي انت فيه وبعيدي عني. انا والله ما عنديش وقت اضيعه معاكي. طب ما انا عارفه انا ما عندكيش وقت. يا حليله زينب بنت المقداد عندنا، يا مرحبا يا مرحبا. انت ست عفاف هتنضري عليا انا كمان؟ حلوه تنضري، دي كلمه بيتيه رجعيه لا تتناسب مع لغه العصر. عصر مين انت يا ابو عصر؟ انت فاكره الوحيده ان انت المتعلمه واحنا اللي جهله؟ يا حبيبتي انا خدت البكالوريوس ده قبل ما انت تشم ريحته. ما انا عارفه حبيبتي، بس انت حطاها في الدولاب زي علبه المكياج بتتعقي بيه قدام الناس المتعلمين. يا شاطره انا سبت البنك اللي كل الناس بتحلم تشتغل فيه علشان اهتم ببيتي وجوزي وعيالي. يا زينب زينب يا ماما انت بتتناقشي مع مين؟ يلا بينا يلا يلا يا حبيبتي، احسن دي هتبوظ لنا شويه الباقيين في عقولنا. مع السلامه. على فكره انتوا الاثنين شخصيات انسحابيه هروبيه. معقدة متقوقعة. طب ازاي ريهام هتتعرف على المجرمين دول؟ هتودينا الاسم؟ لا مش بالضرورة يا فندم، احنا ممكن نصورهم ونعرض عليها الصور. نفترض انها اتعرفت عليهم، مفيش قدامنا غير المواجهة. صعب صعب يا عبد الجليل، احنا ما صدقنا يا اخي ان البنت اتحسنت. يا سعادة البيمة، هو ده الحل الوحيد اللي قدامنا. للأسف ريهام هي الشاهدة الوحيدة في القضية، حتى البنت اللي كانت معاها في الحادثة للأسف سافرت بره ومش موجودة خالص. ومش ممكن طبعا نسيب الأولاد دول يهربوا. سيبهم ازاي بس؟ انت بتقول ايه؟ بس يا ريت يطلعوا هما. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا ريهام؟ قبل ما نتكلم في اي حاجة طمنيني الأول، الدكتور قالك ايه؟ الحمد لله، بس طلب مني حاجة حضرتك طلبتها مني. خير؟ اني اشارك في نشاط رياضي بتاع المدرسة. طب الحمد لله ان في حد رأيه من رأيي. ياريت بقى تسمعي كلامه وتنفذيه. ها؟ حتى لو ما كانش طلب مني ده انا كنت هعمله عشان حضرتك طلبته مني. متشكر قوي. ممكن بقى نبتدي الدرس؟ ممكن، بس على مهلنا وبدون استعجال. الخصائص الجمالية للغة العربية. القرآن الكريم معجزة بلاغية لا سابق لها ولا لاحقة في تاريخ الآداب الإنساني. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ في تلاوته حتى يخلب ألباب سامعيه بروعة ما يتلو عليهم من كلام الله، سواء كان من أنصاره أم كانوا من أعدائه. تعالي بقى نشوف الكلام ده ونحلله. المعجزة في القرآن هي معجزة بيان. طب لما انت صح ما جيتش تقعد معايا ليه؟ ابدا يا بابا، انا ما حبيتش يعني اقلق حضرتك. ما حبيتش تقلقني ولا عايز تقعد لوحدك؟ على العموم كلها كام يوم وتقعد لوحدك زي ما انت عايز. ليه خير يا بابا؟ هو حضرتك رايح فين؟ فيلا المنصوريه خلصت. الف مبروك يا بابا. وحضرتك ناوي تقعد هناك على طول؟ طبعا. لوحدك؟ لا طبعا مش لوحدي. ايوه بابا، بس انا مش هقدر اجي اقعد مع حضرتك. ومين قال انا هقعدك معايا؟ امال مين اللي هيكون مع حضرتك يا بابا؟ صعبة الاسم والنصيب، ست فاضلة محترمة مدرسة تاريخ ثانوي. جواز يعني؟ طبعا. انت تعرف ابوك ابدا يعرف الحرام؟ ايوه بابا، بس حضرتك يعني ما جبتليش سيرة الموضوع ده قبل كده. واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وبعدين يا اخي انا كنت فاكر انك انت فاهم. امال يعني كنت مبني الفيلا واصرف المصاريف دي كلها عليها ليه؟ ايوه دي عندها كام سنة يا بابا؟ أبوك ما يتجوزش إلا الست المناسبة، دي أرملة
عندها حوالي 45 سنة. ما علينا، بكرة تشوفها وتقعد معاها وتعرفها. يقولون أنه الحب، أهو حبي أم حنيني؟ قلبي يحدثني أنه حبي، وعقلي يكدرني يعذبني. هل صرت فريسة لحبي أم فارسا لقلبي؟ مليكتي أميرتي، كم من مرات درتي برأسي. معشوقتي مغرورة أنت، جعلت قلبي أرجوحة تهزني. فردت لك خيالي شراعا يداعب ريحك، وجعلت من فؤادي قاربا يلاعب موجك، وصورت لك من روحي طائرا سابحا في يمك، وزرعت لك من حبي زهرة في بستانك. ورأيتني أذوب في رؤياك وأضيع بهواك، فجرحت قلبي أمام سيف عقلك الغادر، وجعلت مني فارسا يحطم كيانك. أتكون نهايتي أم بدايتي؟ يقولون أنه الحب، أهو حبي أم حنيني؟ حياة جميلة أوي الحقيقة. أنا طبعا بحييك لسيطرتك على أدواتك الشعرية من حيث الوزن والموسيقى وسلامة اللغة، لكن أنا الحقيقة ليا تعليق واحد، هو إفراطك في الرومانسية. أيوة بس يا أستاذ عفاف، دلوقتي الناس بتطالب بالعودة إلى الرومانسية، وحضرتك بتعيبي على الرومانسية؟ لا أنا مش بعيب على الرومانسية، أنا بعيب على الإفراط فيها. الإفراط في أي شيء مرفوض، خير الأمور الوسط. الناس يا جماعة لازم تحس إن الشعر اللي بيتقال ده موجه ليها هي. لما أنت تفرط في الصور الرومانسية الناس هيحسوا إن أنت خلاص بعدت عن عالمهم، عن عالم الواقع، إن أنت بتكلم عالم تاني غير عالمهم. فأنت لازم تستخدم مفردات الواقع وتركبها تركيب فني بحيث يحدث مزيج بين الواقع والخيال. كما قال الشاعر جبران خليل جبران: أعطيني مناية وغني وانسى داء ودواء، إنما الناس السطورة كتبت لكن بلا. الشاعر هنا عايز يقول أستاذ عفاف. أيوة يا دكتور علي. يلا عشان نروح. أنا لسه ما خلصتش الندوة. من فضلك انهيها انهيها ويلا عشان نروح. في إيه يا علي؟ الطريقة اللي بتتكلم بيها دي إيه اللي مضايقك كده؟ في البيت هتعرفي كل حاجة قدام والدتك وإخواتك. ياه الموضوع خطير قوي؟ خطير، بس عند اللي يحس. لا يا عمتي، لحد كده وكفاية، أنا ما أقدرش أستحمل أكتر من كده. طب اهدى بس يا ابني وفهمني ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل طولهولك الاستاذه المعيده اللي بتقف وسط الطلبه تهزر وتضحك وكانها عيله صغيره في وسطيهم. انت بتقول انت اتجننت؟ انا بقف وسط الطلبه اهزر معاهم؟ امال اللي حصل النهارده ده يا استاذه تسميه ايه؟ دي ندوه ثقافيه. ندوه ثقافيه يا ماما انا المشرفه عليها. الدكتور رائد اللجنه اعتذر وانا حليت مكانه، بناقش ابداعات الطلبه في اعمالهم الادبيه. دي قصيدة حب ودي قصيدة غزل. طب وفيها ايه يا دكتور؟ هي دي برضو مش حاجات من انواع الادب والشعر؟ زي ما في طلبة بيعرضوا قصص حب واشعار غزل، في برضو طلبة بيعرضوا قصص اجتماعية وسياسية واشعار وطنية. ولا دي حاجات ما درسناش في الجامعة يا استاذ الفلسفة؟ ولا خلاص قصص الحب واشعار الغزل اتلغوا من الادب والشعر؟ اللي اتلغى هو الاحساس بالمسؤولية. علي دي تاني مرة توجه لي اتهام، الاول في العربيه ودلوقتي هنا، وانا ما اسمحلكش بكده. وانا ما اسمحلكيش بالمهازل اللي بتعمليها في الكليه. مهازل ايه يا ابني اللي بتتكلم عنها؟ انا لغايه دلوقتي مش شايفه مهازل. كان نفسي يا عمتي تكوني موجوده في الكليه وتشوفي الطالب وهو عمال يقول لها عينيكي وايديكي وشعرك الاسود وكم احبك وكم انا هائم في حبك. مش ممكن، انت مش ممكن. الولد بيقول القصيده قدامنا كلنا، قدام كل الموجودين في الندوه. كان بيوجهها لك انت بالذات. انا المشرفه على الندوه. الله، قاعده قصاده هيكلمني ومديني ظهره؟ لا طبعا، مش معقول، مش ممكن. لازم يقولها لك وهو عينيه مسبلين وفكره شارد هيمان. لا استحاله، استحاله يكون اللي بيتكلم ده استاذ في قسم الفلسفه بيدعو بتحرر الفكر. مش معنى يا استاذ ان انا بدرس في قسم الفلسفه وبدعو لتحرر الفكر
ان انا ممكن اقبل اي تصرف من مراتي سئلها ويجرح كرامتي. اعوذ بالله، مراتك يا ابني عمرها ما هتتصرف اي تصرف يسيء اليها او يجرح كرامتك. وبعدين ده انت عارفها من قبل ما تاخدها وعارف سلوكها كويس من وهي صغيره وهي قدام عينيك لحد ما دخلت الجامعه وبقت زميلتك. من قبل ما يخطبني يا ماما هو عارف كويس قوي حبي للادب والشعر، من اول ما دخلت الجامعه لغايه ما اتخرجت وبقيت معيده وانا مسؤوله عن النشاط الثقافي في الكليه. يعني مفيش شيء جد جديد عليها يخليك تصور وتتنرفز بالشكل ده. قبل ما اخطبها عمتي ما كانش ليا اي كلمه عليها، وكنت متصور انها بمجرد ما هتتخطب وينكتب كتابها ان سلوكها كله هيتغير، خصوصا ان اللي خطبها زميلها في الكليه وفي مقام ابن خالها. لكن للاسف كل ده ما كانش له اي تاثير عليها ولا هيكون له اي تاثير، لاني ما بعملش اي حاجه غلط تستحق التغيير. بالعكس بقى، انا متمسكه بكل حاجه بعملها في الجامعه وبفتخر بيها. شوفي يا عفاف، انا هخيرك بين امرين، تختاري واحد منهم. اما انك تستمري كمعيده في قسم علم النفس في الكليه وتتفرغي لابحاث الطلبه وتسيبك من اي نشاط سواء كان ثقافي او غير ثقافي، او تسيب الكليه وتقعدي في البيت. اسيب الجامعه؟ ده في حاله اذا ما قدرتيش تتخلي عن النشاط الطلابي. انا مش ممكن اتخلى عن اي نشاط طلابي، خصوصا النشاط الثقافي. خلاص تسيب الكلية واقعد في البيت. ها، ومالها القعدة في البيت؟ عيب ولا غلط؟ ما هو اختك هي اللي معاها بكالوريوس تجارة، قاعدة في البيت ومتفرغة لرعاية جوزها وولادها وعايشين احسن عيشة. واعتقد ان مفيش زوج اسعد من حمدي. دي بقى طريقتي ومش هغيرها، واللي انت عايز تعمله اعمله. شايفة يا عمتي؟ معلش يا علي امسحها فيه، انت عارف عفاف طيبه وقلبها ابيض وبتحبك. لا تحبني ولا احبها. اهدى اهدى بس يا علي، اقعد عايزه اتكلم معاك شويه. معلش يا عمتي انا مضطره اروح البيت. ايه معقول؟ معقول تروح من غير ما تتغدى معانا؟ ده حتى عمك يزعل منك، خصوصا لو عرف انك كنت هنا ومشيت في وقت زي ده. ولا ما يهمكش زعل عمك؟ على فكره يا علي، حمدي هيتغدى معانا النهارده، يعني انت اللي هتبقى المتغيب الوحيد عن السفره، وده طبعا هيلفت نظر عمك، ومش هنخلص بقى من الاسئله عن سبب غيابك. وعمتك تعبانه مش حمل تحقيقاته. تخلف رجاله متخلفين. راجل وصل لدرجه عاليه من العلم يبقى تفكيره بالشكل ده؟ تصوري. لا والله، كمان وحاطينه في منصب خطير، أجيال بتتعلم منه والمفروض يبقى قدوة ليهم. لا أنا قعدت أتخيل لو كل الأجيال دي طلعوا متخلفين زي دي تبقى مصيبة. وحياتك يا عفاف، وحياتك كنت هضربه. إيه ده؟ أنت كلمتي معاه؟ هو ورحت له المكتب كمان يا والدي، ويكون في علمك والدي كان هيضربه. إيه اللي بتقولي ده؟ تضربوا مين؟ أنت اتجننتوا؟ فين الوجدي بتاعك ده؟ الله، أمال فين وجدي ده يا ماما؟ وجدي؟ وجدي مين؟ وجدي خطيب، قصدي زميل دنيا في الشغل. ماله؟ ما جاش هنا؟ لا ما جاش، هو كان قايل لدنيا انه جاي. لا خلاص خلاص يا ماما خلاص. امال فين وجدي بتاعك اللي بتقولي عليه؟ وجدي يا ستي في بيته. ايه ده بيته؟ انت مش بتقولي انه كان بره وقابلته علي واتخانقته معاه؟ انا قلت لك ان احنا قابلنا علي واتخانقنا معاه. طب هنتخانق معاه ليه؟ امال مين اللي كنتوا هتضربوه؟ مدير المصلحه بتاعتنا. اصل هو رافض ان انا اروح الصحراء اشتغل مع زمايلي المهندسين خريجين قسم جيوديزيا، هيبقى قاله بيمطلني شهور. انت عايزه تروح الصحراء لوحدك وسط الرجاله؟ اه، ومالك بتقوليها كده ليه؟ سبحان الله، تصدقي والله انت شبهه. تصدقي ان انت قللت الادب؟ طب اعمل لك ايه بس؟ ما انت اللي بتقولي قالت روحي قال الصحراء وسط الرجاله، فيها ايه يعني لما اشتغل وسط الرجاله؟ هياكلوني؟ انت اتجننتي؟ عايزه تباتي لوحدك في الصحراء مع العمال والمهندسين؟ انت فاهمه غلط، مفيش مهندسين هناك هيبقوا غيري، هو الحقيقه كل اللي هناك عمال بس. لا عمال بس، ها؟ والمهندس وجدي توأمك عارف الموضوع ده؟ هو طبعا، انا قلت لك ان هو جه معايا مخصوص عشان يتخانق لي مع المدير. حول الله يا رب. ده
تحول بلاي صحيح تجور على اشكاليها تقع. بس اعتقد ان المثل ده لا ينطبق عليكي انت وسيد الاستاذ الدكتور علي. افندم ايش معنى دي اللي اتخذتي فيها وقلتي افندم؟ يعني على العموم يعني علي دكتور في قسم فلسفة وانا معيدة في قسم علم النفس، يعني احنا الاثنين في كارير واحد على الاقل. انا عارفة، ما هو انا وجدي برضو الاثنين في كارير واحد، لكن دماغتنا تشبه بعض، لكن انتي واللي اسمه علي ده اللي معرفش يقرب لك ايه بالظبط. هو يقرب لي انا لوحدي؟ لا انا يا حبيبتي اللي يقرب لي لازم يشبه دماغي، لكن اللي يبعد عن هنا ما يقرب ليش. تصوري ان انت جبتي لي صداع وانا فعلا مش طايقاكي. والله العظيم. طب يا ريتي حبيبتي طالما مش طايقاني تسيبي لي الاوضه دي ابرطع فيها. انت غتت غتتة من عند ربنا. انت اتجننتي ولا ايه؟ انا هقوم من هنا خلاص، هسيب لك الاوضه كلها وهستني هنا. اهو ده برضه هروب. هروب وضاع يا ضعيفه، ما تقللش الادب. تصدقي انك قللت الادب؟ لو ما كلمتيش مش هتفاطلك. ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ انتوا اتجننتوا؟ يا ماما انت سامعه؟ العيله بتقل ادبها. اللهم طولك يا روح. شايفه يا ماما؟ شايفه الطريقه اللي بتتكلم بيها؟ انتوا زودتوها خط. والله انت اللي دخلتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا علي؟ ازيك يا علي؟ تشكريني يا راجل. العفو يا فندم. ايه الاخبار؟ كله تمام. مفيش اي مشاكل؟ وهتجيلنا منين المشاكل؟ والبنات؟ سكر نبات. زينب هنا من الصبح ما ودتش الولاد الحضانه، دلع يعني. وحمدي جوزها هيجي يتغدى معانا، ما بيقدرش على بعدها وبعد الولاد. وعفاف وعلي خلصوا محاضراتهم بدري وجم جري على هنا. علي مشتاق لك. ما هو لسه شايفني امبارح. الله، طب ما انا لسه شايفاك النهارده ومشتاق لك، واديك قدامي وبرده مشتاق لك. ريهام اخبارها ايه؟ ريهام زي الفل، رجعت من مدرستها هي واختها، قلعت هدومها وخدت العلاج. يا ميعادها مع الدكتور امتى؟ بعد 11 يوم ان شاء الله. المره الجايه هيخفض لها العلاج خالص. و سوسن معاها، اي حاجه هتشوفها تقولي عليها على طول. يعني ما سالتنيش عن دنيا. عملنا ايه على الغدا؟ دنيا بنت طيبه ونكلم لبسها يعني مش عاجبك فمعلش، كل اللي في سنها دلوقتي كده. ما قلتليش عامله لنا ايه على الغدا؟ عامله لك يا سيدي ملوخيه خضره بالارانب ومسقعه ومكرونه بشاميل وفراخ وكفته. ام يا جمال، لو ساعتك فضلت تاكل ولادي وما اكلتش احنا كلنا مش هناكل. صدقني يا حمدي اللقمه اللي بياكلها وائل او وليد بتشبعني اكتر من اللقمه اللي انا باكلها بنفسي. العجيبة مفيش حاجة تبقى على لساني وعايزة أقولها إلا لقيك سبقتني وقلتها قبل. ما القلوب عند بعضها يا رواية. قول يا حمد، أخبار البنك إيه؟ كلهم كويسين وبيسلموا على سعادتك يا ريس، خصوصا الأستاذ كاظم مدير البنك. راجل طيب وابن حلال كاظم ده. تصور لو ما كناش حصرنا علي الدفراوي اللي كان ناوي يهرب بالخمسين مليون اللي واخدهم قرض، كان زمان كاظم ده بقى فين دلوقتي؟ ما هو البركه في سعادتك برضو، لولا ان سعادتك عملت تحريات والتحريات اثبتت ان هم كان عندهم النيه ان هم يبيعوا كل املاكهم وياخدوا الفلوس ويهربوا بيها بره مصر، كانت بقت مصيبه، خصوصا ان هم كانوا بيعملوا كل ده في سريه تامه. ما هو ده من النتائج الهائله اللي خلاني عملت قسم التحريات عندي في المكتب. مش انا اللي قايله لك على فكره التحريات دي؟ وانا ما انكرتش، بس انت برضو لطشتيها من فيلم اجنبي كان بيتكلم عن المخبر الخاص، عجبتك فقلتيها لي. لكن نفعتك جدا. دلوقتي اي قضيه بتجيلي عايزه تحريات بديها لعبد الجليل على طول وهو بيقعد يدرسها دراسه وافيه. وعلى فكره
مصاريف بقى التحريات دي بضيفها على الاتعاب، يعني ما بتكلفنيش حاجه، باخدها مقدم كمان. الحقيقه يا بابا فكره قسم التحريات دي فكره متطوره جدا، طورت المكتب تطور هايل. يكفي انها بتنور لي القضيه وانا قاعد في مكتبي حاطط رجل على رجل. فكره عظيمه يا رؤية، يا عظيمه انت. مش بيقول يا بابا وراء كل رجل عظيم امراه؟ اه طبعا امراه عظيمه. انتوا كبرتوا بقى على الغزل، سيبوا الغزل للشباب الصغير. ولا انتوا على جرايه يا دكتور؟ انت قاعد كده لا بتصد ولا بترد، مش تقول حاجه؟ لا يا عمي، اصل ساعات السكوت بيبقى افضل من الكلام. اخش بقى في منطقه علميه واعره، ما تهضمش اللي احنا بناكله. قصدي حضرتك يعني تسد النفس؟ ده المعنى الصريح، انما اللي انا قلته بقى هو المعنى المستتر. انما قول لي يا علي، وانت بتقعد مع مراتك تتكلموا في الفلسفه والمنطق والكلام ده، انتوا دمكم تقيل قوي. لا لا يا باشا، انت ما بتشوفهمش هم قاعدين لوحدهم، انا اللي بشوفهم وبسمعهم. دول كلامهم بيبقى زي الكلام اللي كنت بتقوله لي زمان واحلى شويه. خلاص، واحنا يهمنا ايه غير راحتهم وانبساطهم؟ قول لي يا علي، هو ابوك ما كانش راضي عن الجوازه دي؟ لا يا عمي، ده اكتر واحد كان مؤيد الجوازه دي. ما هو رجله اتقطعت من هنا ليه؟ هو ابن عمك زعلان منك في حاجه؟ لا ابدا، ده اخر مره كان هنا ماشي هو مبسوط قوي. ده حتى ساعتها قال لي يا رؤية يا بنت عمي عاوزين نفرح بالولاد بقى، انا جوزت كل ولادي ما فاضلش غير علي، وهي شقته فاضيه يعني يقدر يتجوز من بكره. هو ده اللي قال. دي الزياره اللي كانت من اسبوعين. ايوه. طب البيت بيبعد عن البيت ربع ساعة بالكتير بالعربية، ما عادش بيجي ليه بقى؟ ولا عشان قضاياه خلصت ما بقاش محتاج لحمزة؟ لا أبدا يا عمي، هو يقدر يستغنى عنكم، بس حضرتك عارف بقى إن نقل سوق الفاكهة من مكانه القديم لمكانه الجديد خد منه وقت كبير جدا، ده غير مروحه لجناين الفاكهة باستمرار، دي بتاخد منه مجهود أكبر برضه. طبعا الله يكون في عونه. تعرف ان ابوك بيعجبني قوي وهو لابس جلابيه بلدي وراكب عربيه اخر موديل، يبقى شكله لذيذ قوي. قال انت ما فكرتش تلبس جلابيه يا علي؟ لا يا عمي، انا ساعات بلبس جلابيه بس وقت النوم. بعدين لا اسكت، انا اقصد تلبس الجلابيه وانت خارج يعني. اصل الحقيقه والدك لما كان بيلبس الجلابيه البلدي وبيجيني المكتب بيقعد يتناقش معايا في القاضي، كنت ببقى سعيد بيه جدا. كمان المحامين اللي معايا كانوا بيبقوا فرحانين بيه قوي. عارف ليه؟ لانه بلبسه ده كان بيجسد معنى الاصاله والتمسك بالتقاليد والقيم بتاعه زمان. ولا ايه رايك يا عفاف، مش ده حماكي ولا ايه؟ طبعا كلام حضرتك مظبوط، التعبير عن الاصاله ده احسن تعبير عن خالي عبد المعطي. شوف حضرتك وصل بناته في التعليم لغايه فين، حتى في جوازهم هما اللي اختاروا. لكن للاسف في ناس بتلبس الجلابيه في دماغها مش على جسمها. بعدين بس في مظلم جلابيه في دماغه. حلو قوي تعبير لبس الجلابيه في الدماغ ده يا عفاف، تعبير فلسفي. ولا ايه رايك يا استاذ علي؟ طبعا يا عمي طبعا، الحمد لله. الله، ايه مالك؟ الاكل ما عجبكش ولا الكلام؟ لا اصلي شبعت. هو علي اكله قليل كده؟ هي دي اول مره ياكل فيها قدامك؟ وانت يا ست دنيا ما ردتيش عليا في موضوع اخو حمدي، الراجل مستني الرد مني. لا لا مفيش داعي حضرتك تحرجها يعني. لا انا ما بتحرجش خالص على فكره، خالص. انا رايي قلته لماما، لو اني بقى معلقه مسقعه. وانا ما بلغتوش لبابا لاني مش معتبراه نهائي. ادي وكلمي معاها يا رؤية، الراي النهائي يوصلني بعد 48 ساعه.